التواصل اذا يستمر مشاهدينا الكرام، هنا تواصل اشواط المساء حيث تسير هذه الانطلاقه من جديد في منافسات المساء. خصصت هذه الانطلاقه وشوطنا السادس للابكار الثنايا المهجنات الاصايل، تنطلق دفعه مميزه، دفعه جديده تحمل هذه الشعارات وتحمل المنافسه القويه بين شعارات اصحاب سمو الشيوخ والاخوه المضمرين في ميدان المرموم. البداية والمركز الأول ودعة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم، عملية التضمير وعملية التدريب والتضمير تعود إلى المضمر غانم بن مسفر بالقوبع. أما المركز الثاني فوصلت الغزيلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر، والمتابع ياتي سعيد بن عبيد الحميري في عملية التواصل مع التضمير. وننتقل إلى المركز الثالث، هنا زمزم تتقدم لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم المضمر، والمتابع ياتي علي بن أحمد الحاج هو في عملية التضمير والتدريب. بينما المركز الرابع هنا لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان يقدم لنا شقرة من تحتل المركز الرابع، حيث فازت في الأسبوع الماضي في انطلاقات ميدان المرموم. وبينما في التضمير الصادق فضل الأمين هو من قدم ثلاثية وثلاث نقاط في هذا المساء، هنا أكيد بلا شك يؤكد مصداقيته من خلال تواجد شقرة على المركز الرابع. ننتقل إلى المركز الخامس ونشوف خامس المراكز في هذه اللحظات، هناك تتواجد شروق لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم آل مكتوم، ويأتي سيف بن خلفان الغويص في عملية التضمير على المركز الخامس. المركز السادس ها هي رسالة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ويأتي سهيل بن مبارك بن مرخان في عملية التضمير والتدريب. أسير إذن مشاهدين الأعزاء وأعود إلى مقدمة الشوط والعودة إلى الأسماء اللي رحلت بالناموس، رحلت مشاهدين الأعزاء بالمنافسة ما شاء الله تبارك الله. هذه الغزيلة، الغزيلة مشاهدين الأعزاء لتغازل الناموس وتغازل الأسماء المتقدمة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. بينما في عملية تضميرها وتدريبها يأتي هناك في المنافسات والتحديات سعيد بن عبيد الحميري. أما النقلة على المركز الثاني، المركز الثاني هذه ودعة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم، عملية التضمير والتدنيب لدى غانم بن مسفر بالقوبع من يحتل المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث وصلت شقرة، وصلت شقرة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، وعملية التضمير والتدريب يأتي هنا المضمر الصادق فضل الأمين. والمركز الرابع هذه اللي تواجدت زمزم لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، عملية تضميرها وتدريبها مشاهدين الأعزاء تعود إلى المضمر علي بن أحمد الحاج هو من يتولى عملية التدريب والتضمير. المركز الخامس شروق لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم المضمر سيف بن خلفان الغويص، ورسالة تحتل المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. بينما يأتي المضمر سهيل بن مبارك بن مرخان في عملية التضمير والتدريب.
أسير وعود مشاهدين الأعزاء إلى بداية المشاركة وإلى بداية التحدي، ولا زالت هناك مقدمة الشوط الغزيلة لا زالت على المركز الأول منفردة بتقدمها، منفردة بأدائها الجميل والرائع أمامكم على شاشة التلفزيون. هناك في مقدمة الشوط لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، بينما في التضمير والمتابعة سعيد بن عبيد الحميري هو الآن من يقدمها على المركز الأول، ماخذ فارق كبير عن البقية. أما المركز الثاني تصل من خلال الشقرة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان. أما في عملية التضمير والتدريب الصادق فضل الأمين من يقدمها كذلك في منافسات هذا المساء المركز الثالث. المركز الثالث وصلت ودعة في المركز الثالث لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم يحتل المركز الثالث، المضمر غانم بن مسفر بالقوبع هو من يتواجد على المركز الثالث، والمركز الرابع زمزم لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، بينما مضمرا يأتي علي بن أحمد الحاج هو في هذا الموقع وهذه الانطلاقة. ننتقل مشاهدين الأعزاء إلى المركز الخامس، وهذه اللي وصلت رسالة تبغي تبلغ رسالة عن الفوز والانتصار لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المضمر سهيلة بن مبارك بن مرخان هو من يقدم لنا رسالة تحب ورسالة ناموس ورسالة غلا على المركز الخامس، بينما المركز السادس هذه مشاهدين الأعزاء اللي وصلت الآن شروق لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم، المضمر والمتابع سيف بن خلفان الغويصة. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة للمراكز النشيطة حتى هذه اللحظات. عودة إلى البداية وعودة إلى التنافس، ولا زالت الأمور هناك مع الغزيلة حتى هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء، لكن الاغتراب والخطورة بانت من الشعارات اللي تكسب النواميس. يا سلام، هذه لحظات الغزيلة لا زالت، لكن شوف شقرة بدأت الآن في تغيير المسار، شقرة لسمو الشيخ مشاهدين الأعزاء نيان بن ذياب بن سيف آل نهيان من غير الأمور لصالح شقرة في هذه اللحظات صالحة، والصادق فضل الأمين على المقدمة الأولى. وجعه الآن تحتل المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، ويأتي في التضمير يأتي في التدريب هناك غانم بن مسفر بالقوبع غير واحتل المركز الأول والمركز الثالث. هذه اللي وصلت الغزيلة، هذه اللي تواجدت الغزيلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميد من يتولى عملية التضمير والتدريب. أمامنا الثلاثية والتنافس مشاهدين الكرام على حد على تواجده في انطلاقات المساء. ثلاثية تتكلم ماذا يدور من منافسات، لكن أعود إلى ودعة صاحبة أيضا سجل مميز لا بأس به من الانطلاقات والإنجازات في هذا الموسم وهنا في أرضية هذا الميدان. ودع لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، المضمر غانم بن مسر بالقوبع وبوابة العبور، بينما هناك شقرة صاحبة سجلات ذهبية بالناموس، سجلات مميزة، شقرة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان في الانطلاقة والتواصل. أما التضمير الصادق فضل الأمين هو من يتولى عملية التضمير والتدريب. هاي أمامكم مشاهدينا الأعزاء تتقدم تبحر تسير بالناموس وتسير بالمنافسات القوية ما شاء الله. هذه شقرة قلت لكم بأن الأسبوع قبل الماضي سجلت لها نقطة مميزة وحركت الأمور من صالحها حتى هذه اللحظات، بينما ودعة في المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم، غانم بن مسفر بالقوبع في عملية التضمير، والغزيلة في المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد
آل مكتوم، ياتي المضمر سعيد بن عبيد الحميري. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات للثلاثية، ولكن عودة إلى الثنائية، عودة إلى ثنائية هذا الشوط. مساء هادي جدا ولكن أكيد يحمل تحديات وأسماء عملاقة شاركتنا في هذا الموسم. ما شاء الله هذه شقرة شقرة لا زالت هناك مريحة، والنقطة الرابعة الرابعة لسجلاتها، النقطة الرابعة كذلك في سجلات المساء هنا لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان. هي من تقدمت وحضرت بالمنافسات وحضرت بالتحديات. النقطة الرابعة إذن يضيف هذا الشعار العناوي على سجلات الفوز وسجلات الانتصار بقيادة الصادق فضل الأمير، من أصبح الآن وحيدا يغرد في المركز الأول، وحيدا يغرد على ناموس هذا الشوط. أكيد 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 يغرد بالفوز، يغرد بالانتصار، يغرد بالناموس، لأنه أصبح وحيدا في القمة، أصبح وحيدا على رأس الهرم لمنافسات هذا الشوط. منافسات جادة بلا شك تكون مع بداية الموسم وتسير في تصاعد حتى خط النهاية، وشقرة شقرة انطلقت من جديد. ما شاء الله تبارك الله، هذه اللي أمامكم، هذه اللي أمامكم شقرة شقرة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان على المركز الأول، وحيدة في صدارة هذا الشوط، وحيدة يتيمة على المركز الأول بدون منافس على الإطلاق. أقرب المنافسين ودعا لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم من تحتل المركز الثاني، بينما البقية كذلك أبعد وأبعد، إلا أن المركز الأول ذهبت به شقرة بتحدياتها وناموسها إلى مالكها سمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، حيث احتلت صدارة هذا الشوط وانتزعت المركز الأول بدون أي صعوبات. خذت الصدارة، توجهت إلى خط النهاية، توجهت إلى خط النهاية كما أراد لها المالك والمضمر، حيث تسير بهدوء مشاهدين الأعزاء مميز وبدون منافس على الإطلاق. شقرة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان على صدارة الشوط، معلن الفوز والانتصار، معلن التحدي باختصار. تهانينا والناموس للسلامة والشعار العناوي والنقطة الرابعة في مساء هذا اليوم، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. كذلك إلى المضمر الصادق فضل الأمين المركز الثاني، ودعا لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم، حلت في المركز الثاني. المركز الثالث كانت هنا شروق لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم، احتلت المركز الثالث، بينما نحن نتابع ورابع المراكز هذه لحظات الوصول مشاهدين الأعزاء لسمو الشيخ محمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الخامس الغزيلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. نتابع التوقيت الزمني لحظات الوصول إلى خط النهاية، 13 دقيقة مشاهدين الأعزاء، 18 ثانية جزء واحد من الثانية. تانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار اسمه الشيخ محمد نهيان بن ذياب بن سيف نهيان، وإلى المضمر والمتابع الصادق فضل الأمين تانينا والناموس على هذا الفوز والناموس يا أبو محمد، وعلى المشاركة والحضور الدائم في ميدان المرموم وكسب النقاط بلا شك هو الأهم من خلال هذه الانطلاقات. 13 دقيقة 25 ثانية، خمس أجزاء من الثانية. هذه ودعة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد مكتوم، التضمير والتدريب لدى غانم بن مسفر بالقوبع، تهانينا له على الفوز والانتصار. ثالث المراكز كان هناك تحدي جميل آخر في مساء اليوم، حملت لنا التحديات والانطلاقات المميزة في هذا المساء، وكانت رسالة ب 13 دقيقة 34 ثانية، ثلاث أجزاء من الثانية لسمو الشيخ أحمد